هذا البرنامج برعاية مطعم شيخ الكبة، طعم وجودة. أسواقنا هي خير أسواقي، فيها التعامل بيننا راقي، ببدائع الخيرات حافلة مزدانة لعيون ذواقي، مزدانة لعيون ذواقي. فيها أطايب ما أحل لنا، فاظفر بها يا كل مشتاقي. الصدق أصل في تعاملنا، إن الحلال لنافع باقي. أسواقنا جذبت زبائنها بأريجها وجمالها الراقي، بأريجها وجمالها الراقي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. في هذا الحديث إشارة إلى ما يجب على الإنسان من العمل في هذه الحياة، فلا يحل له أن يهمل طلب الرزق اعتمادا على سؤال الناس، كما لا يحل له أن يستنكف عن العمل، بل عليه أن يعمل بما هو ميسر له. اليوم ونحن في سوق جديد، سوق الأجبان، لنتعرف أكثر عن هذا السوق، ابقوا معنا. بأريجها وجمالها الراقي، بأريجها وجمالها الراقي. اليوم في سوق من أسواق الأجبان، أمس الشرق. أهلا وسهلا فيك، ونتعرف فيك أولا. أهلا وسهلا فيكم، اسمي ماجد ملحم من سوريا. ما شاء الله، كم لك في مجال ما شاء الله بيع الأجبان؟ هذه الحمد لله صار لي 6 سنوات بهذا المجال. طيب، احنا بنبدأ في مع أنواع الأجبان، يعني ما هي أنواع الأجبان، أسماءها، وتشرح لنا شرح بسيط عن كل نوع. في عندك أجبان العكاوي، في حلوم، في شلال، في جدايق، وفي عندك موزاريلا، وفي عندك أجبان بلدية. طبعا العكاوي بيجي ملح خف، بيجي ملح زيادة كتير، وفي عندك شلال مالح. في عندك البلدية في منها قسمين، قسم مغلي بيجي ملحه خفيف، وعندك قسم عادي بدك انت تحليه وتحط عليه مويه حارة. طبعا البلدية لازم تحط عليها مويه حارة لانه صناعة محلية، ومشان يعني تعرف انت الأجبان لازم تنغلى، فهذه ما بتجي مغلية. اين تصنع هذه الأجبان؟ طبعا هي الأجبان طبعا تصنع بمعامل، في معامل بالرياض، في معامل بمصر، في معامل بتركيا، وطبعا بيجينا معامل من سوريا. هنا طيب، ماذا عن صلاحية الأجبان، صلاحية أنواعها، هل في هناك صلاحية معينة؟ طبعا هذه الألبان طبعا صلاحيتها على سبب على كثر الملوحة، يعني إذا كان فيها ملح كتير بسمحها سنة، زي العكاوي تكون مالحة زيادة فيها صالحة مدة سنة، وفي عندك الشلال كمان مالحة. طبعا كل ما بتخف ملوحتها بتخف الصلاحية تبعها، يعني في عندك مثلا أجبان ملحة خفيف محا شهر أكثر من شهر تتلاف. يعني اللي يكون ملحها كثير تكون صلاحيتها سنة، واللي ملحها قليل يكون صلاحيتها مثلا شهر أو شهرين. اي طبعا، لأنه الملح هو بيحفظ الأجبان، تعرف أن الأجبان كلها تتصنع من الحليب، والملح هو بيحفظ طيب بما أن بداية تصنيعها من الحليب، ممكن تحدثنا عن المراحل التي تمر بها صناعة الأجبان؟ طبعا هلا هم بيجيبوا الحليب يخمروا، عفوا بيسخنوا، بعدين بيغلو، بعد ما بيغلو بيحطوا له منفعة، هي مادة من أنواع البكتيريا، بعدين بيفرط الحليب وبصير بيتجمع بيتخثر، بعدين بيجمعوا بصير نوع من الأجبان. طيب بالنسبة للقشطة كيف؟ هذه القشطة طبعا بتصير من الحليب، بيغلو الحليب تطلع طبقة فوق الحليب تسمى قشطة. طبعا هي وقت بيساووا الأجبان قليلة الدسام بيغلو الحليب بيشيلوا القشطة بصير قليل الدسام. طيب اشرح لنا عن الأجبان القليلة الدسم والأجبان الكاملة الدسم. طبعا هلا قليلة الدسم زي ما قلت لك انه مثلا بيغلو الحليب بنشال المادة بتطلع فوق طبقة مادة اسمها قشطة. طبعا هي القشطة بس لتنجاب بصير الحليب خفيف، لما بيساووا بيخطروا الحليب بصير جبنة، بصير قليل الدسم والعكس. تمام. بالنسبة للجبنة الصفراء، يعني هل هي أكثر دسم أو أقل؟ لا، كاملة الدسم الصفراء، ما تجي قليل الدسم. لا، ما تجي قليل الدسم.
طيب كيف نحفظ الأجبان؟ يعني ما شاء الله عندكم هنا ثلاجات وكذا، يعني تعطينا فكرة عن حفظ الأجبان. طبعا الأجبان دائما بدها تكون درجة البرودة الثلاجة عالية، لأنه الأجبان هي عبارة عن حليب، طارف الحليب دغري بالفسام. كل ما بتكون درجة البرودة قوية بتحفظ درجة الحرارة، بتحفظ الأجبان بشكل عام. طيب كيف أنا كعميل أنا سأشتري من الأجبان، كيف أعرف النوع الجيد من النوع الرديء منها؟ يعني بمعنى، يعني إذا مثلا أنا استخداماتي شفت نوع من الجبن، كيف أعرف أنها صلاحيتها جيدة جديدة أو صلاحيتها منتهية أو شبه منتهية؟ طبعا هي بتبين معك من لون الجبنة، إذا اختلف لونها طبعا بتكون هي أو بداية البكتيريا، يعني بداية التلف. في عندك اللون، في عندك إذا بتلمسها بتلاقي إذا مثلا مثل الطبع عليها زيبقة، طبعا هي بتبين إنه أجبان قديمة وشبه حتتلف، يعني تكون فاسدة، يعني أول الفسود تبعها. طبعا طبعا هذه الأجبان دائما يعني أول ما تفسد لازم دغري تتلف. يعني أنتم بمجرد أنت قبل ما تفسد، يعني إذا يعني اقتربت صلاحية المنتج غالبا تتلفون. إيه طبعا شيء أكيد. طيب شكرا جزيلا لك وعلى هذه الإضافة عن سوق الأجبان، بارك الله فيكم، نورت المحل، أهلا وسهلا. بأريجها وجمالها الراقي، بأريجها وجمالها الراقي. مشاهدينا الكرام، نستكمل جولتنا في سوق الأجبان ومعنا أحد الضيوف هيشتري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ حياك الله، الله يكرمك يا رب. اليوم احنا في سوق الأجبان، أنت واقف عند الأجبان؟ نعم. يعني بتشتري نوع من الأجبان؟ والله باخذ جبنة للبيت وجبنة شلال كمان للبيت. جميل. طيب كيف تعرف نوع الجبن الجيد من النوع اللي يعني صلاحيته أقل؟ تمام. هلا الجبن العكاوي منيحة للمناقيش مثلا، باخذها للمناقيش للفطور الصباح كمان طيبة ظريفة، وجبن الشلال كمان للأولاد كمان للفطور. طيب تعزمنا معاك الفطور اليوم؟ أهلا وسهلا فيكم. طيب جيدا. طيب بالنسبة للأنواع، مثلا أشوف في بعض الأنواع الصفراء، بعض الأنواع الشلل، بعض الأنواع، يعني كل نوع هل يكون له استخدام عندك في البيت؟ يعني أيوة أكيد. هلا مثل عندك الجبنة العكاوي منيحة للمناقيش، منيحة للبيضة، الجبنة الشلال للفطور، كمان العكاوي منيحة للفطور. كم الكمية اللي أنت بتاخذها اليوم عشان نشوف؟ بس بدي أخذ أنا كيلو بكيلو. كيلو كيلو كيلو، ليش ما تاخذ كمية أكبر؟ ما شاء الله تبارك الله، البضاعة عندهم نظيفة وظريفة وعلى طول فريش، يعني أنت تاخذ متواجدة على طول عندهم. طيب أنت تاخذ مثلا كيلو، كيف تحفظه في البيت عندك؟ بالثلاجة، بالثلاجة بطلع قالب قالب بغلي بالمي وبعدين تستخدمه يعني كنت تاخذ يعني جزء جزء يعني. نعم. ولا بس تروح معنا على البيت تفطر معنا بتشوف كيف. طيب تمام تمام، الله يعطيك الصحة والعافية وشكرا جزيلا لك. على عيني وراسي، الله محييك. أسواقنا هي خير أسواقي، فيها التعامل بيننا راقي، ببدائع الخيرات حافلة مزدانة لعيون ذواقي، مزدانة لعيون ذواقي. فيها أطايب ما أحل لنا، فاظفر بها يا كل مشتاقي، الصدق أصل في تعاملنا، إن الحلال لنافع باقي. أسواقنا جذبت زبائنها، بأريجها وجمالها الراقي، بأريجها وجمالها الراقي. هذا البرنامج برعاية مطعم شيخ الكبة، طعم وجودة.